ما يقعش سوء فهم. على خاطر ما احنا تقول شيء يخرج شيء اخر. هكا تونس. يعني كما قال النص فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. ما نقولش شنو العقاب نتاعو عند المولى سبحانه وتعالى. لكن انا اللي يطلبني نقبله. يمكن عيب هذا. اما انا قبل نسكن. حتى اللي سبني. نقبل يا واقع. يعني الناس ينساو ان الدنيا فيها موت. لا لا احنا ماشيين. يحبوا يعملوا صوره جماعيه من بعد الكتله معاك سيد الرئيس في الخروج. وبالله حاجه سيد الرئيس سامحني. وللاخوه النواب والاخوه النيابات هو باش توفقني في الكلام هذا. اذا كان باش يخرج من الكل مليح ما كانش ما نعملش صوره. هو باش يخرج من هنا سيد الرئيس. باش يخرج من هنا الصحافه الكل تستنى فيهم بالتليفونات او نعطيك. رجاء ثم ثلاثه رسائل توجه بهم سيد الرئيس اللي هي تجميع اللي هي الوحدة نتاع حركة لدى تونس وكتلتها لما فيه مصلحة الوطن قبل الأحزاب. وهذا اللي ذكره سيد الرئيس. ماذا بين التصريح الكل يكون حول هذه النقطة اللي أكد على سيد الرئيس. بارك الله فيكم.